شتي عاوتاني يعني غوزان ديال سوا كذلك تا هو زوين، غوزان ديال مفتوح ماشي ذاك ماشي غادي يتفجلي يعني كلير. هاد بلو تركوا اللي غادي تاكل كذلك بلو بيترول، اللوينات اللي كلهم زوينين. هاد القصيدي كذلك تا هو غزال، يا سلام غادي نبدا انيس. وكاين عاوتاني هذا تا هو كمل المطار الشكل ديالو بحال بيستاج، وكاين هادي عاوتاني كذلك خضر مغلوق زيتي نقدر نقول فيربو تي اول في رويال مغلوق. ونزيد لك عاوتاني هاد الزاجي، هاد اللوينات هما اللي كاينين، اللوينات ديال العريصات اللي بغيت نقول لكم اللي ما خداش وما ساعدش لحد كيف كنقولوا، راه بحال كنقولوا راه يعني ما كاينش. داكشي علاش غنقول لك كاين 24 ساعه اختصام، حيت هو اصلا ما كاينش عرض ديال 24 ساعه. اييه علاش فيه شي حاجه قليله، والثمن ديالو هو كذلك كان واحد الثمن اللي هو زوين، ثمن مشجع يعني اكيد انا عارف هذا الشيء هذا، يعني ما غاديش يدوز واحد ربع ساعه غتعيطي غنختي غنقول لك سالا يعني. ولهذا غدوزي بالزربات تاخذي رقم دوك الارقام قبل ما يسالي الفيديو دابا النيت، ودير واحد لايك ورجعي الفيديو وخذ صيفطي اللوين اللي عجبك. هما اللوينات اللي كتشوفوا الثمن ديالهم 1300 درهم، 1700 درهم، 1300 درهم. الهوته 1700 1300. هادو هما اللوينات اللي غنوريك اختي ساميه. بالنسبه للقفيطين غنوريك القفيطين عاوتاني شنو درت. هاد القرطان هذا خديته على هاد السقلي هذا، الحسني ديالهم كله كان بحال بحال، يعني اللي ما بغاتش هاد اللون هذا بغات دير لون في اللون يعني راه ديرو، ولكن اللي بغات النصيحه ديالي انا من الاحسن تخلي بحال هكا حيت هو اصلا غادي يجي مفتوح وهنا ما كيبينش يعني ما كيحتاجش اللون في اللون، يعني غتخلي هاد اللوين هذا. بالنسبه للخياطه ديالو بغيت تخيطيه بالحراره يجيك زوين، بغيت تخيطيه عاوتاني تبان السقلي ما تخسر عليك. قد العبار ديال القفطان التحتاني خذ العبار ديال القفطان الفوق. ويلا لا سامع قد الفوق قد يعني 3 متر و 3 متر، ومع ذلك بعض المرات الفوقاني كتلقاه يزيد، اما كيف كنقولوا الواجب القانوني وعبارك وحقك اللي واخذه راه هو 3 متر. التحتاني ديالها حرير ماشي كنقول شي ثوب مقنفر ولا شي حاجه ولا طافطه ولا ستان دوجيز، كنعطيك لاصو نازله ها. والثمن عاوتاني درجه قفطان يقدر يجي تكشيطه سي بشعيب، هذا هي يقدر دير واخا العالمي تكشيطه يجي تكشيطه ها. علاش كنقول لك العبار كبير وهذا خفيف وهذا خفيف، يعني بجوج وزن الريشه، والثمن هو كذلك كان خفيف وزن الريشه اللي هو 1300 درهم يعني 26000 ريال. هنا من 1700 درهم انا كنعاود نسرح لك باش تشوفي اللوينات اللي كنعطيك شنو، وتشوف الخدمه كيفاش دايره، ها الداخل ديالو وها الوجه ديال الساعه. هذا هو كذلك راه ليس يعني ساتيني، كيمشي هذا كيلعب بوحديتو هذا كيلعب بوحديتو ما كيلصق ما ولا، هذا هو الميساج نتمنى نكون وصلت اش بغيت نقول. ندوز اسيدي البياسه الثانيه، هي هنا كيف كنقولوا تقدر دير شي وحده بيضاء وتقدر تستغلوا كذلك سند كافو، وتقدر تستغلوا عاوتاني تاع روسه الحنه يعني هذا توا راه يجي الحنه غزال. ها اللوين اللي درت لي عاوتاني، شوف اللوين شنو كندير ديما كنمشي لك على هذا اختي، ولا سبحان الله شي وحده تقدر دابا نيت كتفرج وكتشوف كتقول كون غير دار لي سقلي اختي، السقلي ما يجيش غادي يشعلوا، عرفت كيفاش غادي يولي داير ما غاديش يطلع لك. وهذاك الشيء اللي كتفكر فيه انت حنا كنسبقوك ليه، يعني كنديروا داك الشيء اللي غادي يناسب اللبسه واللي غادي يناسب القطار كنفكروا فيه حنا الاولين، حيت كيف كنقولوا حنا الاولين المعنيين، كيف كنقولوا التيشيرتات حنا كذلك شارين، ولا ما كانش اللبسه مغيزه راه ما كنديرهاش. واللي بغيت نضيف حاجه اخرى عاوتاني السي العالمي، اللي بغات تزيد شي حجاره في الصدر ولا تنبس ولا راه كيتباع واحد الكالو دابا تاخذ شي كالو ديرو في الصدر غير نص طوق او تهبطو كذلك تصاري عليه الامان، علاش حيت تويب زوين ومتقون وما تخافيش منه، واخا تزيدي تشارجي يعني في حال واخا يعني ديك الزواقه تجي في الصدر تقدر دير دوره بالحجار المهرس ولا المزونيس، هي بغات تزيد شي حاجه ديال صاري كما قلت شويه يعني يجي زوين. اييه شوف عاوتاني شنو درت هنايا، ها تشوف يا سلام شوف كيفاش طلع هذا كذلك لونين السيك في لون اخر العالم. ها انا اختي سامي الوان كلهم روعه انا وبس تكملت بالثمن 1300 هاوته هاوته 1300 درهم يعني 26000 ريال حصري حصلوا بلانو كل نهار فيكرتو جديده كل نهار موديل جديد وكل نهار بثمن جديد. اللي كيبقى فيه اختي ساميه دوماج مع الاسف هادشي ما عندناش فيه بزاف، كاينه شي حاجه كثيره كتبه ليا دابا غتكون سالات دابا صحاب التليفون دابا غتكون سالات مشات اكيد ربع ساعه خمسه دقائق مشات وي هضرونا الكليان ديالنا اللي ما خداش في هاد الهوته ياخذ في هوته وحده اخرى، حيت بزاف الناس كيبقاو يتشكاو والله الا البنات اللي مكتبه لها في الفرقه هي اللي كتوصلها يبقى يدير لكم ديما الحوشات ياك سي بوتي. اي لا ضروري اختي سامي بحال هاد العيبات هادو راه ماشي تفرح تولي لبسه ديال 4500 درهم ودير لها 1300 درهم وانت فرحان، مادام كليان فرحان انت حنا كذلك. هذا راه كيمشي عريصات يمشي لون هاد اللون هذا بدا كان كيحمق اللون انيق بزاف اللون في القايمه منبوش اه شيك هاد اللون ماشي اي وحده تلبسو، كاينين الماليات عارف داك صحاب الكعب العالي كيف كنقول هذيك المراه الانيقه المستيليه كتبغي تبسم التمييزه والشياكه راه هي هادي انيقه هذاك النوع اللي كيموت على العطور والريحه اللونات العالين هادو كيموت على بحال هاد اللوينات هادو هان ما اروعك 1300 درهم مع العلم بوحديتو راه كيستاهل 1700 درهم وبعناه ب 1700 درهم اليوم دايرين برومو كنقول لك 1300 درهم روفو كولي روفو كولي 1300 درهم. شوف عاوتاني على لون لونين سيك في لون
وكل ملوينات بحال السم الشعبي الا جات نهار الاحد نهار الاثنين نهار الثلاثاء الثامن غادي يبقى انت كدير فيها 48 ساعه غادي يبقى شي حاجه اخرى. هادشي راه مشى كيف كنقول لك هادشي راه مشى. دابا تقاسمي دابا عنده شي 10000 وحده مخليها ميسر صالح توا كذلك عينه توا كذلك بحال البرومو اللي درنا سي الشعبي ديال الجلاله صافي بقى دابا فهمت الله نايضه ميدو خلاص ميدو كره دابا تلقاه جمع شي 15 واحد ولا 20 قبل ما يكمل هاد الفيديو ها ناسي شوف عاوتاني ولكن صراحه شوف 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 ويلي 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 1300 درهم الفيشي عاوتاني. تخيلي معايا عاوتاني اختي ساميه شي وحده عاوتاني بيضاء كيف كنقول لك الدريه اللي كتكون بوكيا شعارات حتى ودارها لي حل كول في ودار لي عاوتاني افتتاحات في الجناب ولابسه شي طالون عاوتاني باج ولا دوغي ولا كارتي تخيلي معايا وشي ستناري غادي خليني ساكت حتى يفوت السبت هانا 1300 درهم 100 خواصه خصك تقرا على المعوذتين 26 اه المعوذتين هانا شوف 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 صالح طاح 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 اي 1300 درهم انا عاوتاني شعل لون عاوتاني هاو البوز سولوا انستغرام سولوا الحاج جوجل سولوا لاشي اليوتيوب سولوا 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 العالم سولوا العالم اش داير على هاد اللون هذا هانا هانا عاوتاني هانا عاوتاني هانا عاوتاني هانا عاوتاني هانا عاوتاني ويلي 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 هانا هانا عاوتاني 1300 درهم 26000 ريال قهيوه على جنوب البحر هانا 1300 درهم لابسه احسن بياسه روفو كولي ماركه خدمه نقيه سقلي منسوج فيه معجون معاه خالق معاه والثمن ديالها 26000 ريال هادشي كامل 26000 ريال البواطه لا راه ما داخلاش يعني حتى لما صافيتك البواطه ما يبقاش فيك الحال حيت البواطه اصلا ما داخلاش هذيك غير كيف كنقول بريزونطي وبها داك الملح البزار ديال هاد الخير هذا هاي 26000 ريال جمجموله ونعاودو نذكرو بالادريس اختي فين زينا الحي الحسني شارع افغانستان البرانس الدار البيضاء كازابلانكا هذا